أهلا بكم مشاهدينا إلى عدد جديد من حصتكم الأسبوعية نهار الكرة، والتي سنخصصها للحديث عن نهائي كأس العرب المرتقب هذا الثلاثاء، أين الجزائر كلها تنتظر إن شاء الله تتويج أبناء سوسترة باللقب، إلى جانب الحديث عن مخلفات الجولة 28 من الرابطة المحترفة الأولى وترسيم سقوط كل من شباباتنا وداد تلمسان وكذا اتحاد بلعباس واقتراب الوفاق من الحفاظ على اللقب، إلى جانب العودة إلى قضية العقوبات المسلطة على فريق مولودية الجزائر مع تسليط الضوء على فريق شباب قسنطينة. دعونا في البداية نرحب بضيوفي لهذا العدد، وهما محمد بولحبيب المعروف بتسمية سوسو المدير الرياضي لفريق شباب قسنطينة. مرحبا بك. مرحبا مرحبا بالجمهور الكريم والمدير السابق السابق، وخوالد نصر الدين لأول مرة في بلاطو تلفزيون النهار قائد اتحاد العاصمة. نقول لكم مبروك عليكم التتويج بالكأس والعقوبة إن شاء الله في نهائي كأس العرب. إن شاء الله، بارك الله فيك، ميرسي على الدعوة هذه، ومرحبا بالجمهور الجزائري يتابع فينا. شكرا. ان شاء الله يكون دوزيام ان شاء الله. ان شاء الله خوالد. خوالد محمد بن حبيب، خلينا نروحوا لاول ركن حدث الاسبوع. حدث الاسبوع مشاهدينا الكرام، قررنا نخصه لنهائي كاس العرب واللقاء الذي ينتظره كل الشعب الجزائري، وهو لقاء نهائي كاس العرب ما بين فريق اتحاد العاصمه ونادي العربي الكويتي. توجه مباشره الى قائد فريق اتحاد العاصمه. الفريق العاصمي حقق تعادل سلبي في مباراة الذهاب، مطالبين بالتسجيل في لقاء العودة، كيف راك تشوف هذا اللقاء؟ المقابلة تاع مقابلة الذهاب ما كانتش مقابلة سهلة، كانت مقابلة صعبة، وين كنا ديبلاسينا حنا الكويت، وين كانت شوية لاشارج علينا، كنا لافاتي كانت شوية، وين كانت يعني لاشارج تاع تاع لي ماتش سوا شامبيون سوا لا كوب سوا كوب داكاف، مي جبنا كيما نقولوا ان بو ريزلتا من تما، مي ماشي ريزلتا اللي بالك اللي تخلينا بلي كونفيرمو بها بلي سي بون، انا الماتش هذا بالك اللي غيتلعب في الجزائر بالك سي بون، باسكو مي ريزلتا ماشي سهله اللي درناها تما، مي ان شاء الله كيما نقول واحد لازم علينا ان بو ريزلتا انا باش ندو لا كوب هذه ان شاء الله. محمد بولحبيب كرئيس نادي، النتيجه 0-0 تبان انها ايجابيه، لكن يقول لك انها نتيجه مفخخه. اولا قبل كل شيء نهنيو اسره اتحاد العاصمه بحصولها على كاس الجزائر، ونهنيو الفريق الثاني وفاق سطيف يعني بحصوله تقريبا على البطوله. مازال ماشي رسميا. اي تقريبا يعني 99% يسمى تنالوا البطوله. شوف، هي اتحاد العاصمه استاد الفريق نظن باللي الحق لا ماتوريتي يعني تسمى، كان بالك العام اللي جاز كانت التشكيله تاعو شويه مخضرمه هكذا مخلطه جدد قدم، درك اتحاد العاصمه بدات الخدمه تبان تاع العام، استاذ عنده تقريبا عامين ونص من جات الاداره هذه بدات الخدمه تبعو تبان. درك كي نقولوا ثاني ريزولتا صح، ستا ريزولتا بياج تاع 0-0 والو ما تلعب، لانه اتحاد العاصمه راح يلعب المقابله تاعو هنا، هو اللي ريسوفي قدام الجمهور تاعو، هو اللي راح يدير اللعب، لكن على حسب يعني يعني التشكيلات والامكانيات اللي عند اتحاد العاصمه نقدر نقولوا باللي رشحوه هو للوعد، لكن هذا ما نتمناه، لكن ما لازمش يطيحوا في كما يقول لك في البياج ولا في الفخ تاع السهوله، لانه الفريق هذا وقع في نفس يعني الظروف هذه في المغرب، يعني في الدور اللي في الواد في نفس الظروف هذه، وتاهل في المغرب لانه يحسن التفاوض خارج الديار تاعو. كان خاسر 2-0 كان خاسر ونعاود ولا في النتيجه، دونك نظن انه لازم اتحاد العاصمه ياخذ حذره ويلعب بكل الامكانيات والطاقه تاعو ويكون في المقابله مده 90 دقيقه، لانه قلت لك ديجا كان في نفس الظروف في الدقائق الاخيره عاود ولا من بعيد، وعن بالك هذو الكره القدم تاع الخليجيه هذه سي ان بريفيزيبل، يعني اللاعبين تاعهم يلعبوا بدون ضغط، صدقني انا نمشي بزاف للخليج ولا ما عندهمش الضغط، هما ما يستطيع اللاعبين يلعبوا بدون ضغط تماما، يعني يجي يلعب مقابله وكانه راح يلعب مقابله وديه، ولهذا ما عندهمش انصار ما عندهمش ضغوطات، وعن بالك اللاعب كيعود بدون يلعب بدون ضغط يمد الشيء اللي عنده يمد اليس يعني. خوالد على ضوء مباراه الذهب، وش هي نقاط قوه الفريق الكويتي بمقابل ذلك نقاط ضعفه؟ بالك قوه فريق كويتي يتحكم في الكره، يلعب عنده الجو تاعو كي شبه اللعب تاع لعب من تحت الحراش، يشد الكره، عنده بون ايار غوش اللي يخدم الكروات بزاف،
وعنده كيما يقول عنده عنده شي لاتاكون بالك او شي سبون ديال لاتاكون هذاك اللي كان اللاعب اللي كان درنا عدة صعوبات في مباراة الذهاب بالك البوان فابل تاعو بالك كيما بالك لا ديفونس الكوتي دروا كوتي دروا شويه البوان فابل تاعو شويه من الكوتي تاع اللاكس شو عنده واحد نيجيريان افريكان يلعب في اللاكس بون جوار اللي كان مليح في المقابله هذيك وين كيما نقول صعب لنا المهمه في عدة هجمات كيما يقول واحد من كوتي دروا شويه اللي الفابل تاعو نقطة الضعف خوالد الفريق منتشي كما قلنا في المقدمة بالفوز بكأس الجمهورية هذا الأمر عنده انعكاس إيجابي وانعكاس سلبي على اعتبار أنه انعكاس إيجابي المعنوية تكون مرتفعة لكن انعكاس سلبي من ناحية أنه طرق لها سيد بوالحبيب الغرور ما لازمش يتسرب للاعبي اتحاد العاصمة هل هذا الأمر راكم داين وبعين الاعتبار؟ احنا الحمد لله لي جوار ديكسبيرونس اللي عندهم تسمى لي جوار من لاعبين كان اللي يلعب الكوبا اراب كانوا كي كانوا في الصيف كان اللي يلعب كوب دافريك لي جوار كاع الحمد لله كاع كبار كاع عندهم ليكسبيرونس على بالهم بلي فزنا بالمقابله تاع مولودي الجزائر وفرحنا في المومون هذاك صافي 3 ولا 4 احنا فرحانين عاودنا طوينا الصفقه هذه الصفحه هذه طويناها ودوك عندنا فينال ستان فينال هذه فينال اللي كيما يقول واحد اللي ترفع العلم الجزائري واللي اللي كيما يقول واحد اللي الجزائر كل تبع فينا باش نديروا مقابله جميله وكيما يقول واحد لازم كيما يقول واحد لازم نخرجوا كيما يقولوا نخرجوا الجزائر في الصوره مليحه في ان شاء الله في وهذا ما نتمناه كاس العرب ان شاء الله ان شاء الله محمد بوالحبيب الناس تأسفت كثير العربي الكويتي مثلا أبدى استياءه وشكى فريق اتحاد العاصمة للاتحاد العربي على اعتبار أنه تم توفير أرضية ميدان قالوا أنها غير جيدة وهي صحيح غير جيدة لكن الأشقاء في الكويت ما على بالهمش أنه هذا ما كاين في الكرة الجزائرية لما توصل الأمر أنه أشقاء عرب هكذا يشوفوا الوضعية الكارثية لأنه عطاو لهم الملحق تاع ملعب 5 جويلية هو في وضعية كارثية الكويتيين ما تعودوش على مثل هذا الامر يعني الصوره تاع الجزائر تكون في المحك هذه احنا سبق وتكلمنا يعني بهذا المشكل هذا ما قلت ما ستان بروبليم كيقول لك تتراكم مع الوقت يعني ما الوقت مده تقريبا درك 20 سنه ما كان حتى ملعب في الجزائر وين داروا له يعني عشب طبيعي يعني بتقنيات عاليه وبكاليتي مليحه بزاف فما بالك هذا نهضر لك انا العشب تاع الملعب الرئيسي فما بالك كي نقولوا الملحقات والملحقات هذو الناس ما طورت درك ما بقاش ملحق الناس يديروا 6 ملحقات عليه بايام الاسبوع باسكو في الشتاء يعود يصب النوم ما تقدرش تلعب فيه من ملحق لملحق حنا هنا في ملعب 5 جويلية الناس بكل معليش الاشقاء ممكن ما يعرفوش الظروف تاعنا حنا يعني بلاد بحش من الجزائر يعني ما نقولكش يعني كعندنا من الامكانيات حنا مثلا في مدينه قسنطينه دركا في عامين الملعب راهو شافوه لعب من احسن الملاعب في الجزائر والبشرى حاجه خلافه لان السلطات قامت باستحداث ملحق بنفس المواصفات تاع الملعب الرئيسي ولي دشناه عنده تقريبا 2 شهر بنفس المواصفات نفس الكاليتي يعني دركا ديجا عندنا الملحق والملعب الرئيسي بنفس المواصفات يعني شباب قسنطينه ممكن يعني هذا كا انكا حنا ماذا بينا هذا الكا هذا يتوسع لكل المدن الكبيره اللي في الجزائر مثلا ملعب 5 جويلية من المفروض يكون عنده ملحقات لاش يكونوا بعاد شويه يعني ملحقات المشكل ملحق. انهم كاين ملحقات لكن الارضيه كارثيه الارضيه هذا يعني نتكلموا حاجه نتكلموا ببساطه يعني العشب الطبيعي موش نيكليير قال يعني تكنولوجيا اللي لازم نروحوا نجيبوها العشب الطبيعي حاجه عاديه يعني افير تاع خدمه يعني خدمه برك هذا ما كانت تحط له راس دونك تسمى نتمناو في المستقبل درك اللي صرا وصرا الشيء اللي كاين حنا نتمناو في المستقبل درك حتى الفيدراليه الجزائريه لكره القدم والرابطه الوطنيه يافونتاجيو لي كلوب اللي يلعبوا في العشب الطبيعي و ايه يافونتاجيو لي كلوب اللي يلعبوا في العشب الطبيعي انا كنت اقترحت عملوا الاقتراح كتابي للرابطه الوطنيه
والفيدرالية، وين قلت لهم استحدثوا مثلا تسمى كأس الجزائر اللي لعبوها في العشب الطبيعي، اللي ما عندوش العشب الطبيعي يمشي لأقرب ملعب اللي فيه العشب الطبيعي. قضية الملاعب محمد بوحبيب لازم لها حصة خاصة، بين حفزوهم يعودوا الناس تدي الملاعب تخدم الملاعب. صحيح صحيح. راح نواصل الحديث على فريق اتحاد العاصمة مع خواد، خلينا نروحوا الحدث الثاني سيد بوحبيب ونصر الدين خواد والمشاهدين الكرام اللي على بالهم كامل، هي العقوبات المسلطة من قبل الرابطة لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم على فريق مولودية الجزائر. سيد محمد بوحبيب كمسؤول في نادي عريق في الكرة الجزائرية، كيف استقبلت هذه العقوبات؟ يقول كيما يقول لك باللغة الأجنبية ديك، أنا سيدي تسمى نقولوا دي ديسيين سوفران، هذه اسم الرابطة الوطنية ولا بالضبط يعني لجنة العقوبات. درست الملف هذا، المعطيات اللي عندها واحد ما عنده تسمى بان تفهموا، احنا واش اللي انت كنت تتوقع انها راح تكون بنهايه القسوه؟ احنا كفرق احنا تسمى لازم نقعدوا نترس، ما نقدروش نتكلموا يعني في الامور هذه باسكو فريق كيما حنايا. احنا الشيء المهم عندنا كفرق اللي نقولوه للجمهور اننا نستفادوا من هذه التجارب هذو، باه الانسان ما يزيدش يوقع في غلطات كيما هذو. باسكو علاه درك يعني بين درك حاجه صارت ولجنة الانضباط الثاني ما تقدرش تخرج بدون عقوبات، خلاص قال لها جماعه يروحوا السلام عليكم، ما تقدرش. دوك الانسان يشوف ديما احنا صح غيضونا لاعبين باسكو احنا عندنا ثاني لاعبين، وعم بالنا بلي اللاعبين هادو تسمى داو الخبزه تاعهم منا عم بن مي درك ثاني كي تصراو غلطات هادو لازم بالمقابل يكونوا دي سانكسيون عليه. علاش؟ باسكو دركا كون تبقى ثاني لا عقوبه، هذا السيستم تاع اللا عقوبات هذا مي موش حل ثاني. واش هي هادو دروس الانسان يستخلص الدروس من الحكايات هادو باه ما يكونوش المستقبل. انا اللاعبين تاعي مباشره بعد العقوبات هذه كنت تكلمت مع اللاعبين تاع شباب قسنطينه اللي حطيتهم بعدها، قلت لهم شوفوا الدنيا راهي تبدلت، كل طرف تاع الخبز تاعو هذه خدمه ولات تسمى هو محترف، انسان محترف يقعد في حدود المهمه اللي قاعد يخدم فيها. ديجا لاعب ما عندوش حق باه يزيد يعدي، كاينه خطوط حمراء غادي نهضر بالنسبه للاعبين، بالنسبه للاعبين كاينه خطوط حمراء، دير خدمتك ما تجاوزهاش فوق الخدمه تاعك ما تجاوزهاش. الأخضر عندك المستطيل الاخضر وعندك كيما مثلا انا كنت كي صرا المشكل كنت سافرت عرضوني مونبولي، كنت حضرت عليا باش تشوف الحجم تاع الشيء اللي صرا، يعني حتى الاوروبيين سمعوا به. انا كنت معروض عند مونبولي، بان الرئيس لويني كورا رئيس مونبولي كانت تكلمني قال لي انت صح، قال لي فاش قال لي شرات عندكم هذه إبا حتى في أوروبا، قال لي هذه كون صرات في أوروبا قال لي كانوا يتعاقبوا عقاب كبير يعني. لكنها صرات في أوروبا نابولي جوفنتوس وتعاقبوا ماليا فقط. خلينا حتى نروحوا لنقاط أخرى سيدي بوحبيب. نتكلم معك حاجة واحدة برك بين الناس تفرقش، حنا الكأس في الجزائر، الكأس في الجزائر التنظيم تاعها تابعة لرئاسة الجمهورية، كاينة في دول الخلاف كأس الكؤوس، كاين اللي ينظمها الرابطه، كاين اللي تنظمها الفيدراليه، كاين اللي ينظموها مؤسسات خلاف. وين بالك لو ماركيت انت في اوروبا تقريبا معظم الكؤوس موش رئيس الجمهوريه اللي يسلمها. صحيح. دونك نفرقوا بين الفوق، الناس تغلط. كاين مثلا نروح للخليج، الخليج الكؤوس نظمها الملك، تسمى العرش هو اللي ينظم الكاس، ما تقدرش انت غدوا يجي الملك ما تطلعلوش الوحده ولا حاجه يعني. قلت لك هذه بدون باه ما ندخلوش يعني نقعد هنا، لان كاينه حساسيات حنا فرق زي بعضنا، مي الفو الانسان ثاني يكون يستعرف. حتى نطوي هذه القضيه نروح نصر الدين خوالد، انتم صراحه نصر الدين خوالد كي ما صعدوش لاعبي الفريق المنافس فريق مولوديه الجزائر لتسلم عفوا الميداليات، ما نقصت لكمش من الفرحه تاعكم بالتتويج بالكاس؟ احنا كمل الماتش فرحنا، عندنا لومبيونس فرحنا مع الانصار تاعنا، ما كناش قاعدين كناش معطين اهميه تسمى شكون ليكيب جات ولا ما جاتش، احنا كنا فرحانين فرحنا بون سنينا ما جاوش طلعنا فرحنا. احنا هما طلعوا باش يطلعوا يدوا لي ميداي، ما طلعوش هذيك حاجه كيما يقول واحد تواد ما بين عندهم كيما يقول واحد شان داخلي، شان داخلي. احنا فرحنا كملنا فانا الكاس فرحنا بها مع الانصار تاعنا هذه الحاجه دي. صحيح. هو حاجه يعني تعقب، هو الشيء المهم في تما في لافينال تاع كاس الجزائر، الشيء المهم هو الفير بلاي اللي كاين في المدرجات، يعني علامه كامله للجمهور تاع انصار الفريقين، انصار الفريقين وخاصه خاصه انصار مولوديه الجزائر، انصار مولوديه الجزائر اللي يعني رغم الخساره واللي على
يعني اللي صارت كان يعني الواحد لا رياكسيون تاعهم عاديه جدا، وهذا يحسب لانصار مولوديه الجزائر. نروحوا لك السيد محمد بوالحبيب، في البدايه نتحدثوا على فريق شباب قسنطينه، احد اعمده الكره الجزائريه وعميد الكره الجزائريه بشرق البلاد. شباب قسنطينه يؤدي موسم نقدر نقوله مقبول او ايجابي هذا الموسم، انت كمسؤول على الفريق ما هو تقييمك الى حد الان لنتائج الفريق؟ هل كنت توقع احسن ام ان النتائج المحققه حاليا هي في المستوى؟ انا يعني مسؤول مع في شباب قسنطينه، استدير المنحنى تاعنا تاع شباب قسنطينه، حنا دوك نتكلموا خاطر حنا واش قلنا، قلنا مشروع، والمشاريع هذه تحسب بالمنحنيات، يعني كل سنه تشوف المنحنى وين رايح. المنحنى تاع شباب قسنطينه هو منحنى تصاعدي، تسمى درك هذه واحد ما يقدر ينكرها، سواء يعني اللي الناس اللي يشوفونا من بعيد يقدروا يقيمونا ولا الناس اللي داخل الفريق. دوك عندنا منحنى تصاعدي، كاينه حاجه مهمه جدا انه المنحنى كيعود تصاعدي ولو يعني يمكن نقولوا بدرجه خفيفه، يسمى الفريق راهو في الطريق السليم. بالنسبه للي ريزلت تاع السنه هذه، حنا ما حطيناش ضغط على اللاعبين، قلنا نلعبوا لو مانتيان باسكو شباب قسنطينه كيما قلت لك شباب قسنطينه فريق كبير، ولكن بباركور يعني ما درناش حاجه كبيره في البطوله الجزائريه ولا في الكاس، دونك لازم حبينا نبنيو فريق ما يزولش، صدر مش كيما احنا ممكن ساعات نديرو عام ومن بعد هاك تشوف كاينه فرق مليحه مثلا كيما شباب باتنا، يعني كل تما يحقق نتائج مليحه ويتعب ومن بعد يطلع لا ديفيزيون اين ومن بعد يهبط، رغم انه شباب باتنا ثاني فريق كبير وعنده تاريخ وتاع منطقه يعني كبيره بزاف، وعلاش احنا ما حبيناش تما قاعدين نخدموا ما نسقطوش هذا الوعيد هذا في صدر في الاخطاء هذو اللي وين الشيء اللي تبنيه بكل يعاود تولي زيرو. شباب قسنطينه اهم حاجه، اهم حاجه فيه حاليا هو تسمى اللي يعني مع بدء لا جيستيون تاع الشركه هذه تاع التاصيلي اللي جات الجروب التاصيلي المالك الجديد، المالك الجديد، ونقدر نقول لك يعني بدون مزايده خلاص يعني من احسن الادارات بالك في الجزائر حاليا، لانه حتى التشكيله الاداريه اللي جابوها في المتمثله في الشخص المدير العام حاليا سي مكرود هذا، والله الدي اف سي هذا سي حكيم، استادير سي دي جون هادو والطاقم نتاعهم يعني اقل واحد فيهم عنده خبره تاع 20 25 سنه في الاداره في على اعلى مستوى. دونك ديجا التركيبه البشريه تاع شباب قسنطينه، اداره شباب قسنطينه حاليا نقول لك من احسن النظام الداخلي اللي كاين درك، والله تقدر تقول الشركه باتم معنى الكلمه. الفريق يتواجد سيد بوالحبيب في المركز الرابع قبل جولتين من انتهاء البطوله، نقدر نقولوا انه شباب قسنطينه يخطو خطوه عملاقه على اعتبار البرنامج اللي تبقى للفريق والفرق اللي يتنافسكم على ضمان منافسه افريقيه. لا هي اللي يعني ما يعرفش يحسب نحسبوا له درك، احنا تسمى درك احسب الناس مشاركه بوحبيب. عربيه راهي مضمونه، احنا بسبع نقاط على شباب الوزداد. صحيح. اقرب لينا واحد منافس اللي يقدر يروح معنا هو شباب الوزداد بسبع نقاط، يعني حتى وين نخسروا المقابلتين يعني لا احنا بربي ان شاء الله ما نخسروهمش، يعني حسابيا دركا شباب الوزداد من غير الممكن يلحقونا، واللي يلحقنا مباشره هو اتحاد العاصمه، اتحاد العاصمه حصل على كاس الجزائر، هو غير معني بالكلاسمون تاع البطوله. دونك شباب قسنطينه بالنسبه للمشاركه العربيه ولا الافريقيه مضمون، تقدر مضمونه. درك حنا شباب قسنطينه ما بقاش الشافر تاع مشاركه، درك نحوسوا نحسنوا ترتيب ولو كان بدرجه، يعني درك ماذا بينا نكونوا فوق البوديوم، ماذا بينا حنا ما نديروش ضغط على اللاعبين، لانه اللاعبين مشكورين البارح شكرتهم من يوم الصباح، يعني قاموا بالواجب تاعهم ما نكذبش عليك، تسمى درك انت عندك 25 لاعب في الفريق جاو الفريق قاموا بالدور تاعهم كما ينبغي، انا ساعات حتى هنا نفتح قوسين انا يعني كما يقولوا المشارقة نفتحوا هلالين نشوف ساعات في الجرائد هم ليبيرا وما ليبيرا، واش الانسان يكون واقعي، فرقه اللي مكراسيه تروازيام عيب الناس الانسان يبداو يتكلموا فيها هم رايحين يليبيري ويجيبوا، لانه لا ستابيليتي لازم تكون واحد ما ليبيري وساتشو اللي مكراسيه تروازيام ولا كاتريام. دونك هذه باه نطمئن اللاعبين تاعي، وكنت تكلمت لهم عليها في يعني قبل المقابله، انه ياك تشوف تما ما يتاثروش بهذه لي ديكلاراسيون هذه، حنا بربي ان شاء الله دروك تصير لا ستابيليتي تاع ليكيب، نحاولوا نحسنوا مثلا في اللاج تاع ليكيب، يعني وين نحسنوا في كيما يعني بالطريقه الاوروبيه قال اللاج تاع الفريق حوالي 28 سنه نحوسوا نهبطوه باغ اكزومبل ل 27 ولا 26، وذلك نجيبوا تسمى نزيدوا ندخلوا ولاد شويه صغار في الفريق ومنها
مي النتائج يعني واش نقول لك، انا ك يعني مسؤول ما نقدر نقول لك انا تما وزيد اكسيون المباشر، انا قانع بالنتائج تاع السنه هذه في شباب قسنطينه. الطاقم الفني مشكور على راسه تما روجي لامير. نطلقوا الطاقم الفني، خلينا نعاود نولوا نصر الدين خوالد. نصر الدين خوالد، شفنا انه فريق اتحاد العاصمه ركز اكثر على المنافسه العربيه مقارنه بكاس الكاف، اللي شفنا انه حتى الطاقم الفني بقياده السيد كوربيس قال لك انه الكاف ماهيش ضمن الاولويات تاعنا. حتى البعض راى انه ممكن تعمدتوا الاقصاء في منافسه كاس الكاف. واش رايك في الناس اللي تقول نصر الدين خوالد باعتبار انكم راكم مقبلين على نهائي كاس العرب انه المنافسه العربيه ما عندها حتى مستوى؟ يعني هل تاكد هذا الامر ام انكم اصطدمتم امام فرق جد قويه؟ نقدر نقول لك ما نقدرش، نقدر نقول لك باللي ما وين بالك لحقنا لا فينال تاع كي لحقنا لا فينال تاع كوبا راب ونزيد لحقنا لا فينال تاع كوب دالجيري، بالك وين هذيك الحاجه اللي خلتنا باسكو ما نقدرش نلعبوا على اربع جبهات بالتعدد، التعدد اللي عندنا مو عندنا الفيكتيف اللي عندنا، عندنا 25 لاعب ولا اش كاين. مي كان علينا ضغط كبير من ناحيه البرمجه تاع الشامبيون تاع لا كوب تاع ما نقدروش نلعبوا. وين تلعب في السمانه تلعب 3 ماتش. إذا الإدارة أخطأت بالمشاركة في منافستين دوليتين. ما نقولش إدارة أخطأت ولا حاجة، مي حنا اللي جوار ما قدرناش لحقنا وين مومو، وين كيما درنا الماتش تاع رحنا لكوب داكاف رحنا 14 لاعب 15 لاعب. نصر الدين خوالد، مع البداية اللي كانت نوعا ما متعثرة لفريق اتحاد العاصمة مع بداية بطولة هذا الموسم، هل صراحة كنت تتوقع أنك راح تحصل على تتويج مع نهاية الموسم سواء في الكأس سواء إن شاء الله في منافسة كأس العرب انطلاقا من المعطيات اللي كانت مع بداية الموسم؟ شفنا أنه الفريق ما ديماراش مليح. اي سي نورمال، الفريق في ديبي سيزون سي نورمال، كاع لي زيكيب ما ديماريش بيان في السيستو في البريمي ماتش الاولين، مي من بعد لي زيكيب 3 ماتش 4 ماتش تبدا تشد روحها لي زيكيب، تما تبان تبدا تبان تما ليكيب، تبدا تبان لي زيكيب اللي راهم ملاح، شو لي زيكيب اللي راهم شو اللي يلعبوا على الشامبيونه ولا يلعبوا لاكو لاكبون لاكوب لاكوب استن ماشو تلعب ماشو كما نقولوا دور ماشي كيماش كيما الشامبيونه. مي احنا ما كناش ما دخلناش الشك هذا باسكو عندنا بون ايكيب، عندنا بون فيكتيف، عندنا لي جوار من المية الجوار في الجيري، ما كناش على بالنا باللي سناب باللي ما احنا لي جوار تحصلوا على تتويج. لا تحصلوا على تتويج على بالناش اسكو كوب دالجيريا شامبيونه وكباراب. الحمد لله كما يقول واحد خدمنا فضل الخدمه وفضل عطينا كوربيس عارف كيف يجيري الجروب، عارف فانزان جو عارف كيف يمشي عارف كيف يجيرها، وانا لعبنا فينال تاع كوب دالجيري فزنا بها الحمد لله، وعندنا دوزيام فينال ان شاء الله اللي نلعبوا غدوه ان شاء الله، ان شاء الله نكونوا في نهارنا ونحققوا دوزيام ان شاء الله. ان شاء الله. محمد بولحبيب، اعلنت استقالتك من مدة ليس ببعيدة مباشرة بعد الإقصاء في منافسة الكأس أمام فريق مولودية الجزائر، وصرحت أنك هذه المرة استقالتك لا رجع فيها، بصحنا نشوفك ما زالت مدير رياضي لفريق شباب قسنطينة. في البداية علاش قررت الاستقالة؟ قررت الأولى الساعة ما رجعش على الاستقالة صدر غير صح. شوف أبو الحبيب يتهرب ويتناقض يقول لك تكلمت مع اللاعبين منذ يومين. أنا أكسيونير في الفريق لازم نفرقوا وفرقوا علاش ما تنساش بلي لي مساهم في الفريق، تسمى ماش البوست لي نوكيبي تاع مدير رياضي سي ان بوست ادمينستراتيف في الواحد، ممكن اي واحد نقدر نجيبو نحطوه مدير رياضي في شباب قسنطينه، لكن ماشي اي مساهم يروح يتحدث مع اللاعبين. خلينا اي مساهم باسكو انا قريب للاعبين، وما تنساش بلي عندي مسؤوليه على الفريق هذا، وين حتى المنصب تاعي مازال ما حطوا فيه حتى واحد، دونك ماناش غنخليو. اذا راك مستعمل معليش معليش، حنا تسمى دخلت فيها الناس اللي ما نقدروش نرجعوهم، ولا ممكن في اخر الموسم تكون فيها امور خلاف بربي ان شاء الله، خاصه مع الشركه هذه اللي جات منا، الانسان مش راح يخليهم يعني. صح، شركه مليحه عندهم ناس ناس جاوبه يخدموا، عندهم امكانيات علميه وامكانيات ماليه، ومنا ماناش راح لازم حنا نزيدو ندعموهم مش محمد بوحبيب. بخصوص اسباب الاستقاله خلينا خلوها اسباب الاستقاله، لا عندنا فاصل اعلاني. مشاهدينا الكرام، فاصل اعلاني ثم نواصل.
استعيدي لياقتك وأناقتك بخلطات طبيعية بسيطة وسحرية. تألقي واضمني ثقتك في جمالك معنا وفقط عبر خطوطنا. اتصل الآن على 38-02 أو على 38-01 أو اتصل على 38-00. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من حصتكم الأسبوعية نهار الكرة مع ضيفية لهذا العدد، كل من سيد محمد بولحبيب المدير الرياضي لفريق شباب قسنطينة، وكذا نصر الدين خوالد قائد فريق اتحاد العاصمة. توقفنا قبل الفاصل مع سيد محمد بولحبيب حول أسباب الاستقالة اللي أعلن عليها مباشرة بعد لقاء مولودية الجزائر. أسباب الاستقالة معروفة عند الخاص والعام. أنا عكس بعض المسيرين خلاف سما، أنا عندي كلمة شهيرة قلت الفريق اللي ما يتعلمش يقبل الهزائم ولي فوبا ما يقدرش يكون فريق كبير. يعني الفريق الكبير هو الفريق اللي يتقبل اللي كيما نقولوا حنايا لي موفي ريزولطا، باسكو كي نعود لي بون ريزولطا تو فا بيان، الناس بكل لاباس عليها. بعد التصرفات اللي كانت بعد الكارت فينال، لانه الانسان يكون شويه حاولوا الاعتداء عليك. قلنا هذيك طبعا بيان سور، قلت لك الشيء اللي صرا ورا الكارت فينال من تصرفات مش غير الاعتداء، ممكن الانسان يسمح في حقه بصح كاين حوايج ما تسمحش فيها. مثلا لا رياكسيون تاع مولوديه اللي صرات تاع مولوديه العاصمه، يعني بتشوف ابيبري دي رياكسيون. يعني كاينين فرق وين يغلطوا المسيرين والواحد، وكاين فرق للمناصرين اللي يغلطوا. شوف نهار نوصلوا يعودوا الناس بكل عندهم مستوى تاع حضاري كاين ريزولطا، كيما يكون البون ريزولطا في الفوتبول كاين الموفي ريزولطا. تشوف فين دي كلوب كيما ريال دو مدريد وكيما برشلونه خاصه سوارد ولاعبين كبار ومن وين تشوف، لكن لازم تتقبل كذلك الانتقادات. الهزيمه كانت قاسيه امام مولوديه، نتقبلوا الانتقادات، ما نتقبلوش التصرفات الطائشه. احنا ما قلناش ما نتقبلوش الانتقادات، احنا قاعدين ينتقدوا فينا يومي، ما نهضروش على الانتقادات. الانتقادات تكون من التصرفات الطائشه، الانسان خسر يروح لدارو يقعد ترونكيل. هل تعرض سيد بولحبيب الى مؤامره؟ مي شافها تاع مؤامره، ما كاينش ندرك حتى المؤامره سي با دونيا تو الموند بيديروا مؤامره، عمرك واحد بيدير مؤامره لازم يكون قادر على وراء المؤامره واش يدير؟ حتى المؤامره ما كانش، الكرسي وشي غير واحد ما يقدر. لكن صرحت انت بعد محاوله الاعتداء البعض عليك انك تؤكد انه هناك مؤامره تحاك ضدك شخصيا. مش مؤامره، قلت لك درك نهضر يعني بيناتنا تما نهضروا هضره صواب. درك شباب قسنطينه ما زالت فيه هذيك ال 15 حتى ال 20% ما وصلتش للمستوى اللي راحوا ليه. يعني ما نكتبش تما الانسان يتكلم فريق اللي يخسر بضع مقابلات في قسنطينه ويصفق للفريق الخصم ولا الفائز وحكم المباراه. يعني حتى الحاكم كي جا خرس صرفقوا عليه مع تيزي وزو مع لا انصار شباب قسنطينه من احسن انصار هذا الموسم 180%. بقات هذه كاينه حتى حنا درنا سونداج في الانترنت ولقينا يعني فرزناهم، كانت تقريبا خرج لنا في السونداج 86 و14، يعني حتى 14% هذيك ممكن تاثر على الفريق في المستقبل. ولهذا الاستقاله تاعي اللي كانت والضجه اللي درتها كاحتجاج على الناس باه يلحقوا للمستوى اللي راحوا ليه 86%. لانه مع الاداره هذه ومع الشركه اللي عاودت شرات شباب قسنطينه، كون الجمهور يولي ب 100% يصعد، انا نقول لك شباب قسنطينه المستقبل عنده مستقبل في كره القدم. لكن ما تقدرش تنكر ان هناك بعض الشخصيات في قسنطينه راهي ضد بقائك على راس تسيير الفريق. من ضمن الشخصيات ضدي، لا عاد انا اللي ضدي مو الشخصيه. شكون اللي تقول شوف يعني بيناتنا نهضروا هضره صواب، نتكلموا مثلا على رؤساء سابقين. ما تقوليش رؤساء ولا مش رؤساء، انا نهضرها واضحه في الكاميرا اللي هنا. جميع اللي ضدي ماهوش شخصيه. استدير ماهوش شخصيه. حتى لا. لا واحد كاين شخصيه طبعا. لا بالدرجه هذه، انا لي الشخصيات الحقيقيه اللي في قسم. انت ديكتاتور سيدي بوحبيب، اللي يكون ضدك تسميه حوتانك. ماهوش ضدي، ضد روحه. انا ضدي قاعدين في الحرب هنا، قاعدين ندير رياضه وتربيه. ما كاينش ضد ولا ما ضدش. شوف كاين النجاح، شوف كاين زوج حوايج في كره القدم ولا في النشاطات هذه، كاين النجاح واش يقابل النجاح؟ الفشل. دونك انت موافق معايا باللي شباب قسنطينه في الثلاث سنوات هذه ناجح ولا فشل؟ ناجح.
يعني لانه نهضروا اعطيني الهضره بالنسبه قصد كان في الدرجه الثانيه ولا الدرجه الاولى دار مانسي ودركم كلاسي فوق البوديوم نجاح ولا فاشل بارابور واش كان من قبل ما قاعدش نقول لك بارابور لي سما ولا بارابور جياس كان عندها سيتيتر ولا نهضروا الشباب قسنطينه بارابور من قبل ودرك ناجح ولا فاشل بارابور ناجح دونك عندنا حنايا زوج في قسنطينه كاين فاشل وكاين دعاه الفاشل ودعاه النجاح كيفاش تقول لي شخصيات يعود يحب الفاشل هذا مبور ما مش شخصية لكن ما لازمش يكون واحد كذلك ديكتاتور يكون واحد ضدك في الفكرة ما يكونش ضدي أنا كاين فاشل وكاين نجاح دوك يخير ممكن تاك تشوفها نجاح كاين الناس يشوفها فاشل دونك اللي يعود النجاح يشوفه فاشل ونقول ما مش شخصية راحوا لك نصر الدين خوالد دوك نعاود نولي لك محمد بولحبيب نصر الدين خوالد تسميت فريق اتحاد العاصمة سميتم فريق الأحلام فريق الملاير هاتي التسمية جينيكم ولا عادي بالنسبة لكم كلاعبين؟ التسمية هذه أثرت علينا بلاك بزاف التسمية هذه ستو من ناحية الببليك من ناحية الهضرة تاع الناس من ناحية الادفرسير باسكو كي نشوفو غادي يستنوا فيه في كل فيراج في كل فيراج نروحو نلقاو صعوبات نلقاو البريسيون نضربو العام اللي فات شفت الحرمة سعيدة وصرنا ماشي غير سعيدة برك شغل كاين بزاف بلايص اللي سفرنا فيها مي كيما يقول واحد حنا باش نقول لك لي جوار الفريق الملاير فريق لي جوار كاع دوك في الجزائر كاع يخلصوا وكاع يخلصوا مليح اكثر منكم اكثر منا كاع كان لي جوار بالك في مولودية الجزائر بالك في قسنطينه بالك في تجياس كانوا يخلصوا اكثر منا نقدروا نقولوا شي عاب لا شبع بالنسبه ليكم كلاعبين ما نقدرش نقولوا شعب سبع الناس كاع تخلص كاع الناس كاع اللي جوار كاع في الجزائر كاع يخلصوا لكن متاكد انها ضرتكم اكثر من اللي ضرتنا في ديبي وضرتنا بزاف سيرتو في ديبلاسمون ولا سيرتو في مام في ملعبنا ضرتنا خوالد منذ 2006 الى ما كنتش غلط وانت في فريق اتحاد العاصمه خوالد راه مرتاح اكيد في فريق اتحاد العاصمه والا لو كان ما بقاش هذه المده رغم انك ما توجت باي تاج خلال هذه المدة باستثناء تتويجك مؤخرا بكأس الجمهورية ما تقلقش انت لقيت روحك عاليز فريق اتحاد العاصمة اخوالد رغم انك ما كنتش تلعب في سنوات سابقة بصفة منتظمة ما تحصلت على اي تاج انا جيت لفريق اتحاد العاصمة جيت لاج 18-19 وقت هذا كي جيت انا كنت دوك عندي 27 الحمد لله بون جيت لمومون كان في بون جوار دي غون جوار كان عريبي دغماني عمور زيري حمدود كان منير زغدود وصافي بليزير لعبت مع هادو تشكيلة مثالية للفريق تشكيلة مثالية كان عبدوني كان بون كانوا بزاف دي جوار كانوا في اتحاد العاصمة مي انا صبرت كيما يقولوا واحد ما تقلقش صبرت باسكو كون جان كنت هذاك وين خيرت فريق كبير وشنو اتحاد العاصمة مي الحمد لله بالك سفريت في الدوبيت سيزون تاعي الاولين العامين تاعي الاولين دو زون او تروا زون مي صبرت الحمد لله كانوا رايا ناس اللي صبروني تما وخلوني كما قال قالوا ما تقلقش ما تصبرش وين تقلقت انا مي الحمد لله كاين ناس وقفت معايا اللي خلتني نصبر الحمد لله صبرت خدمت والحمد لله ربي ما في غير الخير وسمعت قلتي معايا الحمد لله نصر الدين خوالد انت حاليا قائد فريق اتحاد العاصمه في عمرك 27 سنة الله يبارك انت قائد على نجوم الى جانبك انت كذلك قائد على نجوم المهمة تاعك يعني سهلوها لك الاسماء لاننا نتكلم على دهام زيايا زياد رابع مفتاح اسماء كبيرة تكون قائد عليهم نوعا ما المأمورية تكون جد صعبة الحمد لله انا بون كاين دي جوار كبار عليا باسكو انا بالك القائد بالك اونسيان في ليكيب بالك شخصية تلعب دور ثاني بالك الحمد لله كاين كيما قلت دهام كاين جديات كاين زيماموش كاين دي جوار بزاف كبار عليا مي انا القائد نقدر نعاون لي جوار بالك اللي صاعدين صاعدين نقدر نعاون نقدر كي يكونوا في داخل التيران الحمد لله لي جوار قاع يسمعوا لي باش نهضر في التيران الداخل وكذا حاجات كل لاعبين الحمد لله كريم ما بيناتنا كاين القدر بيناتنا الحمد لله ولكن قائد في حوايج تاع كيما نقولوا فوتبول في البالون ولا حاجه اللي كيما نقول واحد اللي